ايه تاخرت ليه؟ لا تاخرت ليه؟ انا ما تاخرتش ولا حاجه. ده انا يا دوب مسافه السكه. ده انا جاي لك وانا كلي. ايه ده مالك في ايه؟ مفيش. البت الزباله اللي اسمها حلا عايزه تلو دراعي وتتجوز يحيى. يا سلام، هو ده تهديد؟ ما تتجوزوا يا اخي، مبروك عليها. مبروك عليها؟ ما ينفعش. هو ما ينفعش ليه؟ ابنك هيتجوز بنت عمه، فيها ايه يعني؟ طب اسمع، خد دي بقى الاوراق كلها جاهزه على الامضاء. يلا يا معلم. هو العقد ده اللي هيخلصني الموضوع. انا هعمل الصفقه وابقى الشيء واخلع، اسافر ولا حد يشوف وشي. ايوه، ولا حد هيطول مني، ما بتعلق بيني. ايه بتضحك على ايه؟ اصل انت قلت حاجه صح، ما حدش يقدر يطول منك مليم احمر. بس صدقني برضه يا صاحبي، انت جامد، ما حدش يقدر يلوي دراعك. يلوي دراعي عشان ياخد الفلوس؟ انت فاكر ان في حد فيهم بيحب التاني ولا دي قصه حب ولا بتاع؟ يا عم ما يمكن كل واحد فيهم محتاج الاخر، يعني محتاج الاخر. راح الاخر. اتفضل يا سيدي، مضيتك على العقود. الله عليك، خلصت لك كل الاشياء. الله عليك، براجعها بنفسك. انت حلو قوي، انا بقى احب كل هذه الاشياء. بس الف مبروك عليك العقود، هي دي بقى اللي فيها الفايده ان شاء الله. وانا ان شاء الله برضو هبعزمك عزومه حلوه كده على حسابك. ها، بمناسبه العقود دي. ماشي يا عمال. يلا حبيبي، عايز مني اي حاجه قبل ما امشي؟ لا شكرا. طيب شكرا. السلام عليكم. سلام. لا لا، بتاعي على فكره، ما تاخدش حاجه حرام. احنا اعرف ايه اللي انت بتعمله ده. انا بعمل كل ده علشانك، وحشتيني يا اماني، كل ده علشانك. اتاخرت عليا قوي. ما انا اهو، ما انا معاك اهو. معايا فين؟ هنا وهنا، مش هطلع من دماغك ابدا. دماغي؟ لا، ما بقتش حاسس بدماغي. انا دماغي مليانه حاجات بك. أماني، 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 أنا كيتي كلمتني عن موضوعكم سوا، بس بصراحة كده أنا ليا شوية تحفظات. يا مدام منال، لو سمحتي الأول أنا عايز أعرف شوية حاجات كده عن كيتي. سيبك من موضوع الجواز ده دلوقتي لو سمحتي. يعني إيه أسيبني من موضوع الجواز؟ أمال حضرتك جاي ليه؟ لا مش قصدي، يعني هو مش طبيعي إن الواحد يجي يخطب واحدة من دار أيتام، يعني ففي شوية حاجات عايز أتأكد منها. حاجات زي إيه يعني؟ مين أهل كيتي؟ وإحنا لو كنا نعرف لها أهل كنا هنجيبها هنا ونربيها ليه؟ كان من باب اولى تديك عنوان اهلها لو هي عندها اهل، وكنت تقابلهم هناك وتطلبها منهم. كيتي يا استاذ ملهاش حد غيرنا احنا. طيب هي جت هنا من امتى تقريبا يعني؟ يعني من حوالي حاجه وعشرين سنه. حضرتك بتسال كل الاسئله دي ليه؟
انا يعني اعذريني، انا عايز اعرف كل حاجه عن كيتي. انا مش هنا مديره الدار وبس، لا انا امهم كلهم، كل الولاد هنا ولادي وبناتي، اعرف عنهم كل حاجه، اعرف الظروف اللي جابتهم هنا، اعرف سنهم. وعموما انا ممكن اوريك الملف بتاع كيتي وتقدر من خلاله تعرف كل حاجه. الله يحقك كويس قوي. ده ملف كيتي، دي صورتها وهي صغيره، احنا بنحب نصورهم اول ما بيجوا هنا الدار علشان لعل وعسى حد من اهاليهم يظهر ولا حاجه ويقدروا يتعرفوا عليهم. مالك يا حلا؟ ليه حاسك مش مبسوط؟ انا فعلا مش مبسوطه يا حي، مش مبسوطه وخايفه من اللي احنا عملناه، مش عارفه كان صح ولا غلط. لا كان صح طبعا، كان صح. انا طول عمري وانا عايش وسط الناس دي وحاسس بالسواد اللي جوه قلوبهم، بس ما كنتش متخيل طبعا ان السواد ده ممكن يوصل للي احنا عرفناه ده كله، وما يتهيأليش في تصرف تاني غير اللي احنا عملناه برضه. اهم حاجه انك انت في الاخر هتاخدي حقك. خلاص بقى فكي، بقى فكي وبلاش القلق والتوتر بتاعك ده. أما كنت قاعدة مع مجدي ده اللي كان عاوز يتقدم لك، كان متوتر جدا، كان عمال يسألني أسئلة كتيرة عن أهلك، وكان متوتر فوق ما تتخيلي، وبعدين توتر أكتر لما عرف الوقت اللي أنت جيتي فيه الدار وأنت صغيرة. إيه المشكلة يعني؟ جايباني عشان الكلمتين دول؟ لا، أنا شاكة إنه يعرف حاجة عن أهلك. أهلي؟ طب إزاي؟ ومنين يعني؟ أنا بقولك مجرد شكوك. هو بعد ما مشي فكرت في كلامه وفي ردود فعله، حسيت إن هو يعرف حاجة عن عيلتك، يعرف هما مين وساكنين فين. أنت ما شفتيش منظره أول ما شاف صورتك اللي إحنا خدناها لك أول ما جيتي الدار هنا وأنت صغيرة؟ كان شكله متوتر جدا. أوعي تكون دي بس حجة عشان بوظتيلي الجوازة. يا هبلة، أنت مش محتاجة إن أنا أتحججلي. هو أول ما عرف كل المعلومات دي عنك سابني وجالي على طول من غير ما أكمل معاه كلام. أنت بتتكلمي جد؟ هي دي فيها هزار؟ أنت لو عاوزة تتجوزيه روحي يا ستي اتجوزيه حتى من غير ما ترجعي لي. بس عايزاكي تتأكدي الأول، هو يعرف حاجة عن أهلك ولا لأ؟ إيه ده؟ عايز إيه ده؟ طلع تخلص عليا إزاي يا ابن منير؟ ايوه يا يحيى. الو، عايز ايه؟ مالك يا بابا؟ في ايه؟ مال صوتك؟ بابا، اول مره تقول لي يا بابا. ايه في ايه؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، انت هتفضل قاعد لوحدك كده كتير؟ عايز اعمل ايه يعني؟ يعني لو ما وراكش حاجه تعال اقعد معايا شويه نتكلم يعني. يحيى انت مش طبيعي يا ابني، في ايه مالك؟ خلاص يا عم انا غلطان، براحتك. لو حسيت انك انت عاوز تقعد معايا تعالى انا هستناك. بابا يا ريتني نلم شمل العيله تاني، او نلم اللي باقي منه. كفايه اللي راح يا بابا، مع السلامه. ايوه حاضر حاضر. ايه كل ده ما بتفتحش ليه؟ عايزه ايه؟ اللي عايزه ايه؟ مالك بتتكلم كده ليه يا راجل انت؟ عشان خلاص هنفضها سيرا، هترجعي انت كيتي بتاعت الكباريه وانا مجدي بتاع زمان. ها؟ بتاع زمان اللي نسيتيه. يلا اتفضلي، مع السلامه. مالك بتتكلم كده ليه؟ مش ضروري تعرفي بتكلم كده ليه، خلاص فضيناها سيرا، اتفضلي. ايه اللي حصل من ساعة ما رحت لأبلمان هان؟ مش ضروري تعرفي ايه اللي حصل. اتفضلي خلاص، خلصنا، مع السلامة. مالك اتغيرت ليه كده من ساعة ما قابلت الأبلمان هان؟ أنا لا أعرف منال ولا خديجة، أنا ماليش دعوة بحد.
يلا اتفضلي. انت عرفت حاجه عن اهلي؟ اهلك مين؟ ابو منال اللي قالتلك؟ انت عرفت حاجه عن اهلي قولي. ايه الافلام الهندي اللي انت بتقوليها دي؟ اهلك مين؟ انا ماليش دعوه باهلي، ماليش دعوه بحد خالص. يلا يلا مع السلامه. رد عليا. ده انتوا عيله لعنه. ايه شبطه؟ انتوا مين فهمني؟ ولعنه مين؟ عرفت حاجه عن اهلي قولي. مالك يا كيتي؟ مفيش. هو انت جايه لحد هنا عشان تقولي لي مفيش؟ انت قابلتي اللي اسمه مجدي ده تاني ولا ايه؟ اه. وقال لك ايه؟ ما قاليش حاجه، زعقلي وكرشني وشتمني. ارتحتي دلوقتي؟ هو اللي في دماغك حصل. وانا يا ستي ما بعرفش اختار وطلعت حماره زي ما بتقولي عليا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ غير رايه ليه؟ مش عارفه، مش عارفه ايه اللي حصل. المهم ان انا مش هتجوزه وخلاص عشان ترتاحي. معلش يا حبيبتي، انت مالكيش غير الدار دي، ده بيتك، واللي هنا اخواتك. انت ما تعرفيش ده معاه كام، ده معاه فكه ممكن تحل مشاكل الدار دي كلها. خلاص يا كيزي، الكلام ده ملوش اي لازمه. واضح كده ان هو غير رايه ومش هيرجع لك تاني. ماشي، هقوم انا اجهز بقى عشان اروح شغلي. شغل ايه؟ كباريه. هو في غيره؟ كباريه؟ مفيش فايدة فيكي؟ انتي غاوية تتعبي قلبي؟ معلش يا الله، كده احسن لي واحسن لك. عايزة نرجع اتخانق مع أميرة تاني وتطردني وانتي ترميني في الشارع. خليني في الكباريه احسن، يمكن الاقي حد اتجوزه وتستر، ولا انا يعني مش من حقي. عن هشوفكم انتوا الجوز النهارده ولا ايه؟ طب ما انتوا شفتونا اهو. ايه يا بنت الخفه دي والنبي مش ناقصاكم. هشوفكم عند نهواند بالليل ولا هتعملوا ايه؟ لا احنا مأجزين، تقريبا مأجزين على طول. لمبوحه طلعت فرمانت ان هي مش هتشتغل هناك تاني. وده من ايه؟ ده اللي حصل. ما انا مش عارف اشتغل طول ما انا في قتف في ظهري. لما ابقى براحتي ابقى اشتغل. راحتك؟ ما طول ما انت بتسمعيش الكلام هبوظ لك كل سبوب. خلاص يا صداع، في ايه؟ احنا مش قفلنا الكلام في الحوار ده؟ مالك يا بت انت؟ هو في ايه؟ مفيش. البيه كل ما يشوفني اكون قاعده مع حد وشه يقعد يحمر ويصفر، مش فاهمه في ايه. بيبقى عايز يجيب اللي قاعد معايا يموته. على فكره انا ما عنديش مشاكل في القعاد، انا عندي مشاكل ان انت عماله تتمرقعي وتمسخري مع الجمهور هناك. يو؟ امال اشتغل ازاي؟ كده بقول لك انت وهو. انا مش ناقصه مشاكلكم التافهه دي والنبي. لو هتيجوا بالليل الكباريه ورنولي. استني بس استني، انت تاكلني بكلمتين؟ في ايه مالك؟ مفيش يا اشرف، كل ما احس ان خلاص ربنا هيفرجها ارجع تاني انزل على جدور رقبتي في سابع ارض. قصدك المعلم مجدي طبعا. طب وانت هتعوزي ايه المره دي من واحد زي ده؟ ما خلاص يا كيتي. ما خلاص يا لمبوح، اهي فرصه كانت هتوفر عليا شقه كتير في الكباريهات، ده غير الشغل القطاعي بتاع سارينا. وانا مش من حق احس ان حد هينشلني من القرف اللي انا فيه ده. ده انا زي ما اكون كان في ايدي مصباح علاء الدين وفقدته. طب رحت له زي ما قلت لك ولا ايه؟ ايوه. قال لك ايه؟ خلاص بقى اللي حصل حصل. الظاهر ان احنا مش مكتوب لنا يا بنت نشوف يوم عادل. هنفضل طول عمرنا في القرف ده. انت اللي غلطانه يا كيتي. علقت نفسي بحاجه عمرها اصلا ما هتكون ليكي. وليه يعني ما تكونش ليا؟ وانا مالي؟ ولا مكتوب علينا نفضل في الشقه طول عمرنا يعني؟ معلش يا كيتي. معلش. لأن اللي زيك واللي زي لمبوحة يعني هو لما جه طلب إيدي طلب إيدك من مين؟ مش من مديرة الملجأ؟ يعني ده في حد ذاته
طفش اي حد. لم نفسك يا دي يا اشرف، خرب بيت لسان امك. عنده حق يا لمبوح، اشرف بيتكلم صح. اللي يتمنونا كتير اه، بس مننا فينا يا بت. بس انا بقى مش ناوي افضل في اللي انا فيه ده كتير. لا يا كيتي، احنا اللي بيتمنانا كتير قوي، ولو واحد راح 10 ييجوا. لا 10 ايه، ده كتير قوي. بتتعوج عليا يا بت ولا ايه؟ لمبوح ما بتتعوجش عليك يا اشرف، انت بتحبك، بس انت عارف ان هي لسانها طول شويه. يا بت اشرف بيحبك، على الاقل لما يجي يتقدم لك مش هيهرب زي اللي بيهربوا، هيروح يقابل الابله منال ويطلبك منه. خلي بالكم من بعض. انا ماشي. على فين؟ على الدنيا. هي مالها بتقفل معايا ليه كده من كل حتة؟ حتى مجدي، أملي الوحيد اللي هيخرجني من اللي أنا فيه بيروح مني. بس هرجع لك وهرجعك تاني، وهعرف السر اللي أنت مخبيه وراك يا مجدي. أهو أنا كده عملت اللي عليا، وأنا عند وعد يا معلم أدم زي ما اتفقنا بالظبط. ماشي يا أبو رجال. اهلا 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 يا بابا، والله كنت متاكد انك هتيجي. ايه ده، في ايه؟ ايه اللي جمعكوا على بعض كده؟ مش تبارك لنا يا عمي؟ بارك لابنك وبنت اخوك. انا ويحيى اتجوزنا. اتجوزتوا؟ يعني ايه اتجوزتوا؟ اما حاجه غريبه قوي. صحيح، عادي، انا وحاله رحنا واتجوزنا. بعدين انت متضايق ليه؟ انت المفروض تفرح، ده انا كلها كام شهر وهجيب لك حفيد وهسميه مجدي على اسمك. حفيد ايه؟ حفيد ايه ومن مين؟ الله يخرب بيوتكم. عموما يا عمي انا هعتبر ان دي مبروك على جوازنا. جواز ايه؟ جواز ايه يا اخبيه؟ ما ينفعش ما ينفعش. الف مبروك يا معلم يحيى، الف مبروك يا هانم. الله يبارك فيك يا معلم ادهم. انت بتبارك لهم على ايه يا معلم ادهم؟ على فكره أنا مش موافق على الجواز دي. أنا يا معلم مجدي بعمل الواجب، إنما دي بقى مسائل عليا بينكم وبين بعض أنا ماليش فيها. ماشي ماشي، كلك واجب، بس أنا مش موافق على الجوازة دي. مش مهم. يعني إيه مش مهم؟ يعني بموافقتك أو غصب عنك مش مهم. أنت بتقولي إيه يا بت أنت؟ على فكرة أنا ماسميش بت، أنا دلوقتي أبقى مرات ابنك، وسواء وافقت أو ما وافقتش أنا ويحيى خلاص اتجوزنا. عاجبك يا يحيى؟ اه عاجبني. اه اصل الصراحه بتتكلم صح، عارف لو بتتكلم غلط انا كنت اقول على طول. ماشي ماشي يا حي. ماشي يا حلا، على فكره انا فاهمك كويس وهقطع عليك كل اللي انت عاملاه ده. بابا ارجوك، انت في الاول وفي الاخر ابويا، مش انت ابويا صح؟ اه طيب، يعني المفروض بقى توافق وترضى بالامر الواقع. وبعدين انا عملت ايه يعني؟ انا اتجوزت حاجه عاديه يعني، ما عملتش كارثه. مش المفروض تتضايق، المفروض تفرح، هيجي لك حفيد قريب. ولعلمك بقى حالة ارجع لها حقها، انا اللي اديته لها. بارك لها بقى، يلا بارك لها. طب يا جماعه، طالما المساله بقى وصلت لحفيد وكده وبقت الامور عائليه قوي، اسمحوا لي انا استاذن بعد اذنكم. سلام يا صاحبي. واقف ليه؟ اقعد. أنا ممكن أتاويكوا في مكانكوا أنتوا قاعدين كده. كده يا يحيى؟ تعمل في أبوك كده يا يحيى؟ طب ليه؟ أنا عملت لك إيه؟ يحيى مين؟ أنت تعرفي حد اسمه يحيى؟ قصدك أيمن؟ يحيى، تعالي لي بسرعة يا يحيى. هات حلا وتعالى. اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى بسرعة، مستنيك. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اتخانقت مع مجدي، زقني على الأرض، ازاي حاسة ان دماغي مش مظبوطة. تحب نجيب لك دكتور؟ مش وقته، في كلام مهم قوي عاوز اقوله لكم، وبعد كده اعملوا اللي انتوا عاوزينه.
ايمن مين؟ ايمن اللي انت خطفته من امه واخواته، ايمن اللي سرقته وسرقت شخصيته وكتبته باسمك. ده طبعا بعد ما قتلت ابوه وشنطت له اخواته في الشوارع. عرفتي مين هو دلوقتي ايمن؟ مراتك انصاف الله يرحمها قبل ما تموت طهرت نفسها من موت ابويا اللي ريحه دمه لسه في ايديك لحد دلوقتي. عرفت مين ايمن؟ الكلام ده ما حصلش، ما حصلش. لسه برضه هتكابر لغايه دلوقتي؟ انت ايه؟ ايه؟ انا كنت فاكره ان وساختك بس في الفلوس اللي انت كلتها عليا. صدقيني والله ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي يا حبيبي خالص. السؤال دلوقتي فعلا، انت ازاي كنت هتسيبنا نتجوز وانت عارف اننا اخوات؟ ده حرام. حرام؟ حرام ايه؟ بكلم مين انت؟ ما انت عشتك وحياتك كلها حرام في حرام. نفسي ادخل جوه دماغك الوسخه دي واعرف انت بتفكر في ايه. كل ده عشان ايه؟ عشان خاطر الفلوس؟ ها؟ رد! مجدي ساعتها كان مديون وخسر كل فلوسه، كانش عنده فرصه يعوض كل ده إلا إنه يقتل أبونا ويسربنا في الشارع، مش كده؟ وياخد حكم المفقود عشان يكوش هالفلوس كلها. يا ترى لو أمي ما كانتش اتجننت من اللي حصل كنت برضه هتقتلوها؟ ليه؟ ليه؟ وإحنا ذنبنا إيه؟ مش ذنبنا يا حلا والله، مش ذنبنا. ده ذنبه هو. قلت لك قبل كده ان مفيش حاجه في الدنيا دي صدف. ربنا مرتبها ان احنا نتقابل ونتعرف على بعض عشان نقف احنا التلاته قصاد بعض دلوقتي ونرمي كل وساخته عليه. انت اختي فين؟ انت! سبناها قدام الملجأ ومن ساعتها مسألناش عليها وانا اعرفش عنها اي حاجه. انا فاكره اليوم ده كويس كانه امبارح. خدتونا في العربيه احنا الثلاثه، نزلتوني في الشارع. ساعتها مجدي اقنعني ان نكتبك باسمنا يحيى عشان نعوض حرماننا من الخلفه. مستحيل تكونوا بني ادمين. طب ايمن كان هيعيش معاكم وانا كنت كبيره واعيه، انما هند، هند ذنبها ايه؟ تلاقيه عارف مكانها ومش عايز يقول. ما اعرفش هي فين. وبعدين الفلوس دي كانت حاجه اللي اسمعكم بتتكلموا كده يقول كنتوا محرومين وما بتاكلوش وجعانين. انت كنت عايشة كويس مع جوزك ومبسوطة، وانت قول لي انا قصرت معاك في ايه عشان تعمل فيا كل اللي بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا حلا انت بتعملي ايه؟ انت بتردي عليه؟ ده ما يتردش عليه اساسا، ده لغاية دلوقتي مش مقتنع انه عمل حاجة اصلا. ايوه عشان انا ما عملتش حاجة اساسا. انا خدت حقي اللي ابوك كان حارمني منه. قول لي عملت ايه؟ كنا شغالين مع بعض. الظروف تبقى معايا وانا لا. هو يقبض وانا اشتغل وارفع الكوت. هو رصيده يزيد في البنك وانا اتداين وقرب اشحت انا ومراتي. اي واحد في مكاني كان يعمل اللي انا عملته عشان يمتد بجلده من الفقر والسجن. انت عارف ان انا ندمان جدا ان انا بقيت اعقل من الاول، وندمان اكتر اني ما طلعتش زيك، ما طلعتش شبهك، على الأقل دلوقتي بس، كان نفسي بس دلوقتي أطلع شبهك وزيك. عارف ليه؟ عشان أخنقك بإيديا دول وأجيب حق أبويا وأخواتي. هتعمل إيه يعني؟ هتموتوني؟ موتوني؟ إيه يعني؟ هو ده اللي ناقص، موتوني، مفيش مشكلة يعني. عاوزة إيه يا حلا؟
تحبي نعمل فيه ايه؟ احلمي. القرار قرارك. عشان لولاك انت ما كانش الموضوع ده كله تعرف. انا لو علي عايزه اقطعه بسناني، بس ساعتها الموت هيبقى له رحمه، واللي زي ده ما تجص عليه الرحمه. وانت كنت عايزه تعملي فيها ايه يا بنت منير؟ هرميك في اي داهيه زي ما رمتنا. ربنا كبير، كبير قوي يا عم. وانا ما عملتش كل اللي عملته ده عشان اترمي الرميه دي. انتوا خلاص مش خدتوا فلوسكم؟ عايزين ايه تاني؟ تقصد ايه بقى بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني ما تخلقش لسه اللي يهزني، وكل ما هشوفك يا منير هقتلك. ما تخافش يا عم، ولا هتقدر تعمل اي حاجه. عارف ليه؟ عشان انت طول عمرك جبان. كل ما هشوفك يا منير هقتلك. كل ما هشوفك يا منير هقتلك. كل ما هشوفك يا منير هقتلك.